مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. لسه فقرات برنامج الاهلي من ليله النهارده ما خلصتش. طبعا بشكر في البدايه زميلي استاذ محمد الجندي على اللقاء الحواري الاول مع الكابتن عبد المنعم شطه، اكيد نجم النادي الاهلي السابق، وكان حوار اكيد مهم ومميز جدا. لكن في هذه اللحظات معايا نجم من نجوم منتخب مصر واحد النجوم اللي كان ليهم مسيره احترافيه يمكن كانت قصيره شويه لبعض الظروف، لكن كان نجم مؤثر جدا في جمهور الكره المصريه بشكل عام، وهو الكابتن محمد اليماني. كابتن يماني مساء الفل عليك. مساء الفل امير، ومساء الفل على كل مشاهدين قناه الاهلي. منور وجودك طبعا امير. كله تمام؟ زي الفل يا حبيبي والله. فينك دلوقتي؟ حاليا في وادي دجله والله، ده السابع سنه ليا في وادي دجله في قطاع الناشئين، والحمد لله يعني الامور ماشيه كويس. كويس طبعا، طبعا انا عندي طموح يعني لسه ادرب، اطلع ادرب في ممتاز وادرب في منتخب مصر وبسعى لها يعني ان شاء الله باذن الله دايما تكون موفق. ربنا يخليك. طبعا في البدايه يعني انت كنت احد نجوم منتخب مصر الشباب، جيل كلنا ما نقدرش ننساه يعني 2001 وبرونزيه الارجنتين وكواليس البطوله دي كلها ما حدش يقدر ينساها من اللي تابعوها اكيد واللي عصروا المنتخب ده في الفتره دي. انا عن نفسي كنت بصحى الفجر عشان الماتشات كانت في الارجنتين في الوقت ده، فكان كنا لازم نقعد نستنى ماتشات منتخب مصر، وكان بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا ان المنتخب يوصل قبل النهائي يعني. البطوله دي يعني تعبت ناس كتير قوي يعني، انت تعبت اكيد يعني. طبعا الفجر لا بس بطولة كانت مؤثره جدا في 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 المصريين كلهم يعني، واثر يعني عرفت الناس بالشباب اللي طالع ومستقبل مصر اللي كان طالع. حتى بعد البطوله دي ظهر كذا جيل بعدينا، واخدنا ثلاث مرات كاس افريقيا بمجموعه من الجيل بتاعي ومجموعه من الجيل اللي بعدنا. فعايز اقول لك البطوله دي كانت بطوله يعني هي الحاجه اللي هو واحد عملها يعني، او اللي بيتحكى عنها الواحد في كل حاجه في اي مكان بيقعد فيه. محمد اليماني يبقى كاس عالم، هداف كاس العالم، ثاني احسن لعيب في العالم بعد سافيولا، كان رايح اليوفنتوس. فزي ما بيقولوا كده تاريخ الواحد يعني. طبعا دي كواليس كلنا اكيد هنتكلم فيها دلوقتي وكل جمهور الكره المصريه عارفها، لكن البدايات كان في الاسماعيلي. اسماعيلي لا ناشئين خالص في البدايه خالص. ناشئين كان عندي خمس سنين كنت بلعب، رحت القناه نادي القناه. بعد كده لما وصلت سن 10 سنين او حاجه زي كده المدرب مشاني من القناه، كابتن غريب عبد الفتاح الله يرحمه. مشاك من القناه؟ انا فاكر اخدت قلم على وشي. لا والله والله العظيم. قال لي انت ما عندكش فكره مش عارف حاجه زي كده يعني. بس فرحت الاسماعيلي، فبقيت كل ماتش او كده اخد الدوري الاسماعيلي، اخد الدوري واجيب جون او جونين. وهو كان ماسك ساعتها برضه. بس يعني بس انا الله يرحمه يعني خلاص توفى. من الاسماعيلي احترفت في بلجيكا في ستاندرد ليج. الاسماعيلي رحت الاسماعيلي كان عندي لسه 17 سنه وشويه. كنت رحت معاهم ماتش المونيوم انا ومحمد محسن ابو جريشه، صعدت مع الفريق الاول. بعد كده رجعت من الماتش ده سافرت احترفت في ستاندرد ليج. رحت اول حاجه باريس سان جيرمان، عملت تيست هناك والناس كانت مبسوطه مني وبتاع، بس الايجنت ما كانش ياخد فلوس كويسه ففضل مش باظت ولا حاجه، هو فضل يوديني ستاندرد ليج اللي هو كان اصلا كان بيلعب فيه وكان مدربه قبل كده. بس فربنا كرمني هناك والناس كانت مبسوطه بيا جدا، ومضيت عقد هناك خمس سنين اربع سنين ونص. الكواليس جت ازاي بقى؟ كواليس الاحتراف يعني. يعني انا كنت سامع قصه كده ان انت كنت يعني اسماعيلي كان رافض تماما ان انت تمشي او ان انت تحترف، جت موضوع ان انت قلت هروح اعمل عمره، ما رحتش عملت عمره، رحت طالع لك عليها دي لك عليها رحت طالع على بلجيكا فوق ومسؤول اسماعيلي. بس الاسرار دي مين اللي لك عليها؟ انا عرفتها يعني. ده اللي حصل فعلا يعني، انا فعلا كان الكابتن علي ابو جريشه بالمناسبه عمر بنوبي هو اللي قال لي عليها. انا كنت لسه هقول لك بس مش هجيب اسمه عشان كان كابتن علي ابو جريشه ساعتها مدير قطاع الناشئين عندنا في النادي الاسماعيلي. فانا جبت عمي وكده رحت له عشان كان باسبوري مع المنتخب، ما كانش غريب. تمام. ما ينفعش اخد الباسبور لما كابتن يبقى فيه اذن حتى من بالظبط يعني، كان احترام يعني وكده عشان النادي اذن من النادي. فبس فجبت عمي ورحت لكابتن علي وقلت له انا كابتن علي عايز اروح اعمل عمره وكده. بس انت كنت قلت لهم في البدايه ان انت جاي لك عقد هناك في بلجيكا. لا ما قلتش لحد ولا اي حد يعرف اي حاجه زي كده، انا طالع خالص الموضوع في السكرت خالص. واخد عمي معايا وطالع عمره بقى وخلاص ولازم اعمل عمره وتفاهم. ما كانش في عقد ما بينك وما بين الاسماعيلي خالص في الوقت ده؟ ما كانوا عايزين يمضوا عقود. بس انا فانت كنتش عايز امضي، كنتش عايز امضي 18 سنه، كان لسه عندي 17 سنه وشويه. بس واخدت الباسبور وسافرت وكده. بس يعني الله اعلم كابتن علي بوش يعني، الله اعلم يعني، هو كابتن علي ما ينفعش يضحك عليه يعني. طبعا كابتن علي خبره كبيره، ف هو وثق فينا بس تقريبا برضو كان حاسس بحاجه يعني. والله اعلم يعني، لان هو كان يعرف عمي وصاحب عمي وبابايا يعني. فكان واثق فينا يعني فاهم. فبس الله اعلم يعني، يعني انت فاهم دماغه برضو ما شاء الله يعني. فبس فالمهم سافرت وربنا كرمني واحترفت. كنت مسافر كفتره معايشه في البدايه ولا كان على طول على العقد هناك؟ لا مفيش عقد ولا حاجه، كنت رايح اعمل تيست عادي وبتاع الأول.
رحت عادي، قعدت فتره كبيره في 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 لياج هناك يعني. انا قعدت عملت تيست مثلا بتاع حوالي شهر وشويه بس، كنت بلعب كنت كويس قوي. كنت مستني بس اعمل عدد كويس يعني، لعبت اهداف كتير قوي في بلعب مع حاجه اسمها الريزيرف، نفس الدوري بتاع الفريق الاول بس اللي هو ال 20 سنه. كنت عملت اسم وانا في الصغيرين دول، وكانت مثلا الانترفيو اتعمل معايا جرايد تلفزيون بتاع، الموضوع كان كويس قوي بالنسبه لي، كنت مشهور قبل ما العب مع الفريق الاول بالظبط. فالموضوع كنت حابه جدا يعني. واول اتنين جبتهم بعد ما سافرت كان ميدو كان عن طريق الايجنت بتاعي، واحمد الجمل. تمام. فاحمد الجمل جه هناك ما وفقش في الـ في الـ في, الـ في الاحتراف، فرجع. لما رجع مضوب عقد على طول. لما رجع الاسماعيلي مضوع عاد على طول يعني، وكان عاد قليل جدا بس ترى ربنا كرمه دلوقتي ما شاء الله، احنا شغال في الاستثمار ده ان شاء الله. تمام. لكن رحت بقى ومضيت عقد مع ساندر لياج، ولعبت معاهم كم موسم؟ لعبت معاهم اربع مواسم ونص. ده قبل بطوله 2001 صح؟ انا ماضي هناك قبل بطوله 2001. انا قبل كاس العالم. انا ماضي هناك 99. تمام. يعني قعدت سنتين هناك قبل بطوله كاس العالم. قبل البطوله بالظبط. بس قعدت معاهم سنتين لغايه البطوله، وبعد كده مشيت ولا كان ولا لا؟ ما مشيتش بعد الحادثه، رجعت كملت في ستاندر ليج، والناس في اخر عقدي قعدوا معايا يمضوني كمان سنتين. بس انا سبحان الله يعني في تفكيري كان قفل بقى خلاص من الغربه، وكنت مش عارف ايه بالظبط اللي حصل لي. فنزلت مصر وقلت بقى انزل اكمل دراسه وممكن ارجع تاني وبتاع. كان يعني اسوأ قرار اخدته ان انا انزل واسيب بلجيكا. حتى ما عملتش جواز سفر ولا عملت اقامه، سبت كل حاجه. سبت كل حاجه ورا ظهري ونزلت. يعني ندمان على الخطوه دي؟ بص، هو ربنا ما بيعملش حاجه يعني، دي كلها تقدير ربنا يعني، كلها خير يعني. بس طبعا انا من كيماني ندمان بس كتفكير يعني، كتفكير انما الحمد لله على كل شيء يعني. ممكن الله اعلم بعد عني حاجات كتير يعني. انا جت عليا فتره التزمت وقربت من ربنا قوي يعني وبتاع. بس يعني فالواحد بقى هنا برضو هنا بتسمع اذان، بتسمع كلمه كويسه من ده كلمه كده، انما هناك لا الدنيا صالحه خالص يعني. سهر بقى وبتاع والدنيا مش تمام يعني. تمام. طب خلينا نتكلم عن كواليس كاس العالم شويه 2001، لان الناس اكيد حابه الذكريات دي. قبل البطوله انتوا كنتوا عارفين او كنتوا متوقعين ان انتوا ممكن تعملوا النتائج الكبيره دي؟ ما حصلتش في مصر قبل كده ان احنا ناخد برونزيه على الاقل في كاس العالم يعني. لا اكذب عليك لو قلت لك ان اللي انا كنت متوقع حاجه زي كده. احنا كنا جيل محترم جدا، احنا لعبنا مع بعض كاس افريقيا في اثيوبيا واخدنا ثالث هناك، وانا جبت حرست ثلاث اهداف. كنت هداف الفريق برضو. احنا كنا جيل محترم وبنحب بعض قوي. دي احلى حاجه فينا. طبعا. كنا بنحب بعض قوي كلنا يعني، سواء انا او جمال حمزه او حسام غالي او وائل شيتوس او محمد محسن ابو جريشه او محمد عبد الواحد او محمد صبحي محمد شوقي او محمد شوقي والعتراوي ومحمود محمود وحسين امين وابو المجد مصطفى واحمد ابو مسلم، ناس كتير، وعادل مصطفى، ناس كتير برضو. جيل جامد قوي بصراحه، جيل كان كويس قوي قوي. فربنا كرمنا وصلنا كاس العالم. اول ماتش في كاس العالم احنا متعادلين 0-0 مع جامايكا، انا مضيع حوالي مثلا 20 انفراد، الكوره بتقع من ايدي جون بضيعها، حاجات غريبه حصلت. بعد كده ماتش الارجنتين اول خمس دقائق جبت جون 1-0، بعد كده شلنا 7 3-1 يعني سوري 10 دقائق 3-1 ليهم. سافيولا كنت انا بقول لصبحي انت هداف كاس العالم، محمد صبحي بس ضحك يعني. فشلنا 7 في الماتش ده. فسبحان الله شوف تفكير كابتن شوقي يعني، التفكير يعني تفكير هايل يعني. خرجنا من في اليوم ده، خرجنا بالليل، رحنا اتعشينا بره في مطعم واتكلم معانا كويس وطلعنا من المود بتاع الماتش خالص، تعامل نفسيا صح. وكمان ساعتها ما كانش في ميديا ولا انترنت ولا اي حد فاهم يدوش لك دماغك ولا يقول لك مثلا اي خبر يضايقك. فكنا خلاص بقى وبعيد عن الجمهور المصري طبعا، هناك في وسط الارجنتين ما حدش فاهم حاجه. بس فربنا كرمنا بالجو اللي كنا فيه ده او الجو اللي طلعنا منه ده. لعبنا ماتش فنلندا، ربنا كرمنا وكسبنا 1-0 2-1. كان جمال حمزه ووائل شيتوس ورياض الجون الشهير اللي مشى من ورا بالظبط. جمال حمزه عملها له برده. كسبنا 2-1 وصعدنا. بعد كده لعبنا امريكا، انا جبت جون وجمال حمزه اول شيء جاب ضربه جزاء جون. وبعد كده ماتش هولندا انا جبت الجون وحسين امين جون. بعد كده ماتش غانا خسرنا منهم، بعد كده لعبنا ثالث ورابع كسبنا باراجواي. بالظبط جبت انا الهدف جون تقريبا. بس يعني جايب كام جون في كاس العالم كنت؟ 4 اهداف. ايه اغلى هدف ليك من الاربعه؟ بتاع هولندا حابه قوي بس يعني حابه، بس اغلى هدف الهدف بتاع باراجواي اللي هو خدنا بيه ثالث ورابع. كان لويس فان جال اللي بيدرب هولندا. بيدرب هولندا. وكان كان مين بيلعب هناك يا ربي؟ ده جيل وصل يعتبر كمل، وصل نهائي كاس العالم 2010 روبن وشنايدر. روبن كان بيلعب هناك، كان قاعد احتياطي كمان. روبن نجم بايرن ميونخ طبعا دلوقتي يعني. ما شاء الله طبعا ده حاجه تشوف روبن فين وانا قاعد فين. فريق شاسع. هي في الاخر طبعا بتبقى نصيب، لكن الهدف الاغلى بالنسبه لك كان الهدف اللي جبته في هولندا.
لا ده الهدف اللي انا حابه بس اللي حابه فنيا يعني كشكل انما الاغلى بتاع باراجواي اللي خدت فيه ثلاث طبعا يعني الانجاز الدولي الوحيد لمصر يعني طبعا على مستوى منتخباته اكيد شيء كان مميز جدا. طيب بعد ما تألقت في كاس العالم سمعنا عروض كتيره جدا لمحمد اليماني، طبعا مصر هنا كل جماهير الكره المصريه كانوا طايرين ان احنا عندنا في التوقيت ده ما كانش لسه بقى لاميدو ظهر كلاعب كبير في الاحتراف او طبعا محمد صلاح لسه مؤخرا، كانت حاجه جديده بالنسبه لنا كمصريين يبقى عندنا نجم متالق كده وتتهافت عليه الانديه الكبيره في اوروبا، وكان ابرز العروض دي اعتقد يوفنتوس صح؟ يوفنتوس فتره الكواليس بقى احكي لي بقى جالك كم عرض من الانديه بس بدايه بس انا عايز اقول لك ميدو كان ساعتها في الفتره دي كان معروف كان كويس يعني ميدو كان بيلعب في لاجانتواز كان بيجيب اهداف كتير وكان ساعتها كان في جنت كان في لاجانتواز هو جنت او لاجانتواز انا عشان بالفرنسيه اقول لك لاجانتواز هو الفلامش او الانجليش يقول لك جنت او جنت فهو لعب هناك كان بيلعب كتير بس ما كانش خد لسه لا ما كانش خد صيت بس هو كان بيلعب ساعتها كان في ساعتها دولي لسه كان ساعتها راح مع منتخب مصر الاول الفتره دي انا رحت مع المنتخب الشباب وراح منتخب مصر الاول يعني هو مش كان عشان هو قليل ولا حاجه لا ميدو عالي برضه طبعا ميدو كان في بدايته كان في توفيق طبعا يعني كان ربنا موفقني بطريقه جميله جدا لان احنا كنا ملتزمين جدا اللعيبه كلها في المعسكرات مع كابتن شوقي عملنا معسكرين قبلها قبل البطوله دي لعبنا دوره في شيلي وخدناها ودوره في سلوفاكيا او كام ماتش كده ودي وبعد كده لعبنا البطوله دي ف بص قبل اي حاجه حب ما دام بتحب بعض وانتوا شغالين بالظبط هتطلعوا نتيجه كويسه بس الحب عارف بتحبك انا بتمنى لك الخير بالظبط فهنكسب صح انما لو انا مثلا بحقد عليك لا جه بعد كده بعد ماتش هولندا قعد معايا واحد اسمه موريتسيو انا وكابتن شوقي غريب كان ده نسيب رئيس نادي اليوفنتوس ساعتها وقعد يكلمنا وبتاع واتفق على عقود وكل يعني اتفق على الكلام مضيت فعلا ساعتها ولا اي حاجه لا ما مضيتش كنت لسه همضي في كان الكلام هيبقى مع ساندر ليجي وكده لان كنت ساعتها في ساندر ليجي كان ليا ايجنت وبتاع كان كله كلام بس كده شفهي فالموضوع كله اتنقل للصحافه المصريه والناس في مصر هنا طبعا الناس كانت بتحسب لي يقعدوا يحسبوا لي اخد كام وانا ولا اي حاجه اخدها لسه ولا اي لسه بس فنزلت ربنا كرمني بالحادثه يعني وبس خلاص فانا قاعد مع الناس دلوقتي بحسب معاهم الناس ثانيه كان في عروض ثانيه بخلاف يوفنتوس كان بايرن ميونخ برضه بايرن ميونخ بعديها بس سمعت الكلام ده هناك وانا في بلجيكا بس يعني يلا هو كل واحد بياخد نصيبه اكيد يعني في الكوره لكن انت اكيد اثرت في المصريين بشكل كبير جدا وحققت نتائج وابرز نتيجه طبعا برونزيه كاس العالم واهداف كانت رهيبه ورائعه ما حدش اللي بصيت كمان يا امير الناس بتفتكرني بالخير يعني في لعيبه الناس بتفتكر يقول لك لا ده كان لعيب مقرف كان لعيب مثلا بيعمل حاجات مش كويسه انما الحمد لله فاهم لا اليماني كان لعيب كويس بالظبط دي حقيقه بس يعني. طيب نتمنى لك حتى التوفيق ان شاء الله في مسيرتك التدريبيه وتبقى مدرب كبير جدا طيب بما انك يعني خدت مسيره احترافيه في اوروبا فطبيعي احنا نتكلم معاك عن بعض اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه وطبعا لازم نبتدي بمحمد صلاح ما شاء الله عليه الراجل متالق النهارده بالمناسبه كان عنده مباراه مهمه جدا وقدر ان هو يحرز هدف في فولهام الهدف السادس النهارده نعم الهدف السادس بتاعه الهدف السادس ليه في الدوري والهدف الاول النهارده في المباراه انتهت 2-0 هدف ليه وهدف لشاكيري وادى المباراه بشكل عام مباراه جيده رايك ايه في محمد صلاح في مسيرته الاحترافيه بشكل عام لا محمد صلاح النموذج يقتضى بيه يعني محمد صلاح شاف صعوبات كتير قوي لما راح تشيلسي قبل كده وما لعبش وبعد كده راح روما ولعب هناك واثبت للناس كلها ان هو لعيب جدير باللعب في الدوري الانجليزي البدايه كانت ببازل كمان كان بازل انا بتكلم الصعوبات اللي شافها لان بازل ما لقاش صعوبات هناك لعب هناك كويس قوي بعد كده اساسي هناك وكان نجم الفريق انا بتكلم عن الصعوبات فاهم قصدي ورجع تاني الدوري الانجليزي ظهر بمستوى عالي جدا تحدي بالنسبه لي تحدي ده بص السنه اللي فاتت في قلب الدنيا في ليفربول ما فيش حد ما بيحبوش هناك ما شاء الله يعني ربنا يكرمه والناس متوقعه منه السنه دي زي السنه اللي فاتت يعني لعيب الكوره مش كده يا جماعه لعيب الكوره محتاج بس وقت وصبر وبتاع محمد صلاح يعني الناس متوقعه منه السنه دي يجي لهم 50 جون في الاول مش طبيعي طبعا هو دلوقتي هداف الدوري كان عنده كام جون؟ سبع اهداف النهارده اجويرو جاب جون من شويه في مانشستر يونايتد عنده 8 اهداف تمام ومحمد صلاح فرق جونين طب جونين مش قصه يعني ممكن يجيبوا في ماتش واحد بالظبط بس فاحنا نصبر شويه ومحمد صلاح ما شاء الله يعني مستواه هادي وعالي هو بيحب دايما يلعب مع شاكيري عشان شاكيري دايما بيزوده بالكوره بالظبط هي دي كده بالظبط فاحنا المفروض نصبر احنا كناس بنفهم كوره لا ما اقدرش احكم على محمد صلاح كده على طول لا اسيب براحته وهو هيمتعني وهيعمل برده ارقام قياسيه ثانيه انا يعني انا بتوسل فيه الخير دايما بتوسل فيه اللي يعمل لنا حاجه تبسطنا دايما يعني هو بسطنا ووصلنا كاس عالم يا رب كمان يوصلنا كاس عالم الجاي ان شاء الله بس فدي القصه كلها اللي منجح محمد صلاح ما شاء الله لحد دلوقتي ونتمنى له طبعا الاستمراريه هل عقليته ولا موهبته من وجهه نظرك اول حاجه قبل اي حاجه توفيق ربنا
تمام. دي حاجه لعيبه كانت اعلى اعلى كتير محمد صلاح طبعا طبعا فهمك. طبعا مهاريا مهاريا وكل حاجه بس توفيق ربنا لما ربنا بيرضى عن حد خلاص بالظبط يعني هي كده ماشي بس هو يعني هو بقول لك هو مثل اقتضى بيه محمد ما شاء الله ملتزم العقليه بتاعته اكيد بتخليه ان هو يدير اموره بشكل كويس ينظم حياته بشكل مناسب تساعده اكيد والوكيل اللي معاه كمان مشغله كويس يعني الوكيل ده لو مثلا مش كويس كان زمان محمد دلوقتي دماغه هنا ودماغه هنا لا هو في راجل معاه شغال معاه كويس تاكيد وكيل تقريبا مش عارف الباني كولومبي رامي عباس فانا بقول لك هو شغال معاه كويس لو ده مش بيخطط الناس ممكن تستغرب الاسم بس يا جماعه هو اصله لبناني هو رامي عباس اصله لبناني بس هو معاه الجنسيه الكولومبيه وانا اسمع اللي ما بحبش دخل حد في شغله خالص معايا ولا دخل اي ايجنت افتقدت انت الجزئيه دي وانت محترف في الساندرز لا انا كان معايا رجيه روتيه كان هايل كان الايجنت بتاعي لغايه دلوقتي بتعامل معاه وبتكلم معاه والله هو بيعمل بيزنس في مصر هنا حتى لما بيجي هنا بيكلمني على طول يعني شخصيه لا هايله عنده يعني حاجه محترمه نفس القصه بتاعت رامي عباس بالظبط فانا بقول لك انت لو في حد بيخطط لك صح هتشتغل صح ومحمد بقول لك يعني محمد صبر ويعني لو انا في مكان محمد رحت تشيلسي وما لعبتش بتاع لا هذا وهروح اي مكان تاني لا ممكن لو جالي عرض في مصر ارجع بالظبط والله طبيعي ده التفكير بتاعنا بس هو ما شاء الله تفكيره بقى عالي قوي تفكير اوروبي هو دلوقتي وصل لمستوى مثلا دخل في مقارنه مع رونالدو مع ميسي هو ثالث احسن لاعب في العالم طيب يعني بتتكلم في ايه انت بتتكلم في حاجه توب دلوقتي ما ينفعش ينزل من دي مرشح للبالون دور كمان محمد لو نزل من دي ما ينفعش خلاص كده انت وصلت لحاجه يا محمد الناس كلها عايزاك تعلى اكتر منها بالزبط. لو نزلت خلاص كده انت ايه طيب مطالبه الناس دايما بتالق محمد صلاح ده ممكن يكون بيسبب عليه ضغوط مثلا طبعا بيبقى عامل طبعا الضغوط طبعا بص اي لعيب كوره كده انا بقول لك محمد صلاح يعني السنه اللي فاتت ظهر بمستوى غير طبيعي وعمل ارقام قياسيه الناس منتظره منه كده السنه دي برضو عشان كده في البدايه ما احرزش اهداف وكده كله قلقان وقال لك في ناس في الجمهور قال لك بيعوا صلاح كلام كله مش صح يا جماعه لازم تصبر عليه الكوره الناس مالهاش في الكوره يعتبر يعني بالظبط انت لو واحد بتفهم كوره لا خد راحتك في الملعب انا ما انت معاك وده اللي عمله كلوب اعتقد يعني مدير فني ليفربول معاه الراجل مديله راحته بالظبط بيسانده بشكل كبير جدا بالزبط. حتى ما بيتكلمش معاه كتير ودي كانت احد تصريحات يورجن كلوب بالمناسبه قال لك انا ما بتكلمش مع محمد صلاح مش محتاج ان انا اقعد اديله توجيهات كتير بخصوص مستواه وكده هو مطمن من ناحيته يعني احنا كلاعيبه كده لما المدرب بيحبني او انا احب المدرب خلاص بنشتغل في اتجاه واحد زي احنا المنتخب بتاعنا كنا كلنا بنحب كابتن غريب هو كان بيحبنا كلنا شغالين في تجاوز عايزين نرضيه بس وده اللي ادى لنتيجه رائعه في كاس العالم بس كسبنا جبنا ثلاث عالم فبالظبط نفس القصه محمد صلاح ويورجن فثنائي كويس جدا يعني في الدوري الانجليزي بقول لك بالمناسبه 7-1 بتاعت الارجنتين دي كان ايه اللي حصل في الماتش؟ اهداف الاهداف محمد صبحي اهداف المنتخب محمد صبحي ما كانش موفق في الماتش ده بقول لك كان غريب يعني الكوره تبقى فيه داخله كده مش عارف ايه لا بس بص هو حارس مميز بصراحه انا بحبه بس محمد اخويا ومن الحراس الجميله يعني محمد في ماتشات يبقى عالي قوي ويصد حاجات بالزبط. غريبه وفي ماتشات ممكن يعني واحده كده من جنبه وش تخش عادي يعني بس كابتن شوقي غريب يوميها قعد معاه بعد الماتش وصموا انه يلعب الماتش اللي بعديه كمان كابتن شوقي ما كانش عامل دي مع محمد صبحي كان بطل كوره انت متخيل دخل فيه 7 بكيه طلعك بره لا اداله تاني وصبر عليه وتحسب لكابتن شوقي غريب دي على فكره طبعا يعني ومحمد صبحي لغايه دلوقتي بسبب الكلام ده كله في الملعب لغايه دلوقتي ما شاء الله هو مجتهد بقول لك يعني هو مجتهد هو حارس مميز بصراحه يعني طيب اتكلمنا عن محمد صلاح متوقع له يجيب ارقام كبيره السنه دي من حيث الاهداف مش عايز اتكلم عشان ما نحسدوش بس ربنا يكرمه ما شاء الله لا ما شاء الله عليه ما شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله توقع يعني توقع لادائه والنتائج بتاعته خلال الموسم ده بالذات من وجهه نظرك هو بقى لعيب هادي هو بقى هادي دلوقتي عن الاول ولعبه بقى بيلعب بقى يعني فاهم بيعمل اسيست كتير وحتى اكتر من عجون يعني تمام فدي بتحسب له فانا انا متوقع مش حاسس بها اهداف بس هيعمل مباراه كتير مؤثر يعني هيبقى مؤثر كتير بالظبط بالظبط طيب في لعيب اخر وهو مميز جدا بس ممكن ما يكونش واخد حقه اعلاميا هو محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الاهلي السابق ولاعب قاسم باشا التركي الحالي ويمكن اعلاميا ما فيش سبوت عليه بشكل كبير جدا لكن الراجل النهارده احرز هدف في بورصه سبورت هدف من فاول تحفه جاب جون جميل جدا النهارده مباراه 2-1 هو عمل الهدف وعمل اسيست كمان محمود تريزيجيه من اللعيب المميز على فكره لان محمود تريزيجيه عنده سرعه والكره الحديثه دلوقتي عايزه سرعه وقوه هو سريع وقوي وحريف ان شاء الله وبيلعب في دوري على فكره دوري مش ضعيف سهل لا دوري قوي جدا فيه كميه اجانب كتير جدا بالزبط. في الدوري بتاعه وهو من الفرقه هو بيلعب في فرقه قاسم باشا بس بالنسبه لبشكتاش وفنار بخشة اقل منهم طبعا بس هو محمود تريزيجيه من ضمن احسن لعيبه في الدوري التركي بقاله 4 جولات دلوقتي اعتقد بيخش في فدي محسوبه له وهو جايب 5 اهداف في 5 اهداف وعامل 4 اسيست لغايه دلوقتي فتحسب له بس انا اتوقع ان محمود تريزيجيه الفتره الجايه او مثلا بعد السيزون ده ان هيلعب في دوري من الدوريات الكبيره لو اي مثلا الانديه حط عينيها عليه مثلا الدوري الاسباني او الدوري الالماني او الدوري الدوريات المعروفه الانجليزي هيلعب في دوري من دول
طب الموسم اللي فات تريزيجيه كان عمل موسم رائع ايضا مع قاسم باشا، والناس كانت متوقعه ان هو يروح احد الدوريات الكبرى اللي حضرتك قلت اساميها دلوقتي، يعني الاسباب اللي ممكن خلته ما يروحش او ينتقل او ياخد الخطوه دي، هل ممكن يكون مرتبط بالايجنت برضو بتاعه مش بالقوه المطلوبه؟ انا كتفكيري بعد كاس العالم، يعني انا كان مستني كاس العالم، يعني ممكن تفكير كاس العالم ما عملش حاجه في كاس العالم. البطوله بالظبط كاس العالم بتاع، انا بجد ما بتريقش عليهم، اي حد يبقى في الموقف ده مصري او بيلعب لعيب نضف سلافيا براج وتراجع. انا بقول لك قصه ايه، يعني قصه الكاس العالم هو اسرع لعيبه كلها، بس يمكن محمد صلاح خلاص اوريدي اصلا في ليفربول وعامل اسم مش محتاج، ولعب هناك كان في بطوله يمكن اكثر واحد كان مميز محمد صلاح، احرز هدفين وكان كويس، احرز وكان متاثر جاب جونين في روسيا من ضربه جزاء وهدف السعوديه. ايوه بقول لك احرز هدفين وكان كويس هناك يعني حتى، بس يعني بس احنا كمستوانا كتيم وحش، بس يعني فدي قصه ممكن تكون اثرت على محمود تريزيجيه في الانتقال لنادي كبير. تمام، لكن مش متعلقه بالايجنت، يعني دايما هنا بيقولوا الايجنت بتاعه مش بالقوه المطلوبه او مش بيشتغل بالشكل اللي يخلي تريزيجيه ياخد خطوه كبيره. أصل بعيدا عن الايجنت، ما هو الايجنت ده بيتحرك بناء على ايه؟ على مستواك، على مستواك انت، مستواك عالي جدا وعامل لك في كذا، ما هو النادي بيتكلم الايجنت ده بس بيبقى يعني وسيلة. قبل كاس العالم كان ممكن تريزيجيه ياخد خطوه افضل من وجهه نظرك. ما هو في مكان حاجه الايجنت ده شغلته قوي امتى؟ لو انت مثلا لعيب لسه ما كملش 18 سنه او انت لعيب صغير مش عامل اسم هيوديك نادي عشان تعمل تيست، يبقى انت ايه؟ انت هتروح تكلم النادي عشان، انما انت كمحمود تريزيجيه النادي شايفك وعارف انت مين، يعني انت جاي تمضي عقد، ده بس بيبقى كده وسيط في النص، هو ده واحد بيدير اعمالي، واحد اتفضل اعمل كذا كذا بس، او هو مثلا عقد كويس بالنادي، يا جماعه عندي محمود تريزيجيه ده نجم كبير ماشي. فاهم قصدي؟ دي 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 شغله الايجنت. تمام، بس شايف انه مش واخد حقه اعلاميا فعلا تريزيجيه؟ بص عشان ما هو هياخد حقه يعني اعلاميا ازاي؟ مش فاهم، هو الدوري بتاعه يعني مش مثلا احنا هنا في مصر كلنا بنتابع محمد صلاح، ما هو الدوري بتاعه متذاع؟ مش متذاع. طيب ما دي مشكله، بس مشكلة. على فكره بعض المباريات بتاعته بتتذاع على نفس القناه اللي بتذيع مباريات، بس مين مركز بقى اكتر؟ يعني بيركزوا على مين اكتر؟ الدوري الانجليزي بس بالظبط، لان انما كطبيعي انا اتفرجت على محمود، على سوري اتفرجت على محمود تريزيجيه لعيب هايل ما شاء الله، وانا بقول لك انا متوقع له انه هيلعب في الدوري الاسباني او الانجليزي او الدوري الالماني، الدوريات الثقيله دي انا متوقع كويسه جدا بالنسبه له، اتمنى له خصوصا ان هو متالق قوي بصراحه. ما انا بكلمك في حاجه دلوقتي يا امير، لعيب الكوره ايه اساسا؟ الكوره الحديثه عموما ايه؟ زمان اللي هي مثلا تلعب 5 متر في 5 متر وانت على الواقف وبتاع وتعمل لعبتين وهاو، لا دلوقتي بدنين وسرعه بس انت عايز واحد دلوقتي الفتنس بتاعه عالي جدا ما شاء الله وقوي وهداف، عايز ايه تاني؟ وما شاء الله مهاري كمان، خلص كده. هو دي كره حديثه ما شاء الله تريزيجيه، اتمنى له دايما، لكن متوقع له ان هو الفتره الجايه يعني بعد نهايه لو ثبت على نفس المستوى ده وحافظ على نفسه طبعا هيوصل لحاجه كويسه عاليه جدا يعني. تمام، في لاعب اخر هو رمضان صبحي واللي لحق نفسه قبل كاس العالم، راح مضى في هدرسفيلد الانجليزي، كان طبعا مع ستوك سيتي ونزلوا درجه ثانيه فجاله عرض هدرسفيلد، الايجنت بتاعه نصح ان هو يمضي قبل كاس العالم، لحق نفسه قبل كاس العالم كان ممكن ما يجيلوش العرض ده. بص من البدايه اصلا انا ما كنتش موافق على تجربه احتراف رمضان صبحي في الدوري الانجليزي مره واحده اصلا، كان لازم ياخدها ستيب باي ستيب، لان رمضان كان طالع عنده كام سنه؟ كان صغير، كان عنده 18 سنه 19 سنه. طيب انت بتاخد زي محمد صلاح طلع على ايه الاول؟ على بازل. على بازل. ميدو طلع على ايه؟ على جنت. جنت كله طلع كده صغير، ما حدش طلع على حاجه مره واحده كده، او اللي بيطلع مره واحده بيرجع على طول ما بيكملش. بس خليني اقول لك برده ان هو راح ستوك سيتي، يعني مش فرقه كبيره في الدوري، بس الدوري هو اللي قوي، الدوري الانجليزي ما هتعمل فيه ايه؟ ما انت عايز دوري تظهر فيه وتاخد خبرات. طب هتاخد خبرات ازاي في دوري اصلا قوي جدا؟ محتاج ان انت تبقى اقوى منهم اساسا، وما خدش دقايق لعب، وما خدش جبت جون واحد. طب عايز ايه تاني؟ وكمان حاسس بان انا الاول كنت بتفرج بحس انك سريع شويه، انما هناك بحس انك بطيء وانت في وسطهم، لان كلهم سرعه واقوياء وبتاع وانت صغير. فانا بقول لك الطلعه دي من الاول كانت غلط، كان لازم يطلع ستيب باي ستيب، روح العب الدوري الهولندي، العب دوري، تعالى بلجيكي، العب دوري يوناني، بعد كده روح كده كده هتعلى قوي، انما انت قطمت نفسك مره واحده. ممكن بقى بصيت للماده، الله اعلم بصيت لايه بالظبط ما اعرفش، بس هو رمضان كصبحي قبل كده كان هايل في الوقت، حاليا لا، حاليا ايه كان مع الاهلي حاجه جامده هايل حاليا، لا يعني حاليا ما بيشاركش لانه للاسف الفتره الاخيره كان عنده اصابه قبلها. طيب هتشوفه كويس امتى؟ ما كانش فيه وقت كويس امتى؟ المفروض اصلا كان ده سنه يلعب فيه، ده سنه اللي ظهر، ده سن اللي انت تلعب فيه صح؟ تظهر، احنا كلنا ظهرنا في سن صغير ده وبعلينا بقى قوي، ده سن اللي تعلى فيه قوي صح، بس بعد كده بقى تلعب على الخبرات بقى، تلعب بقى سنك طبيعي بقى، تفضل بقى تكبر. حتى خطوه هدرسفيلد دي من وجهه نظرك ما كانتش مناسبه؟ ما انا بقول لك الطبيعي من الاول خدها ايه؟ هو كده يعني كان يخرج بره انجلترا من الاول خالص. طب حتى بعد ما راح انجلترا يخرج بره ولا يعني؟ ما انا ما اعرفش القصه ايه دلوقتي بصراحه يعني، بس انا بقول لك بالنسبه للموضوع مش هيبقى سهل يعني. هو دلوقتي بيلعب ما بيلعبش فوت؟ لا ما بيلعبش، كان مصاب يعني. وحتى لما خف اخر ماتش ما كانش في السكور شيت. انا مش على فكره مش بنتقده، انا بحبه كلاعب، رمضان صبحي لعيب كوره كان هايل في البدايات، بس انا كنت بتكلم كان رايح حاجه قليله شويه، بس حتى لو هو هيكمل هناك يحاول بقى يوصل لفورم عالي قوي ويلعب بمستوى عالي، ويلعب عالي يبقى ايجابي اكتر على الجون. لو مكانه هتعمل ايه؟
لما كانوا انا بقول لك اللي هعمله ايه، هبقى ايجابي على الجون او هعمل حاجات لو ما بتاخدش وقت انك تلعب عشان تبين ان انت اروح مكان تاني اقل منه شويه، اروح اي دوله تانية العب فيها مثلا. اروح الدوري السويسري، اروح الدوري البلجيكي، الدوري الهولندي احسن لي يعني. او ارجع مصر في النادي الاهلي. يرجع النادي الاهلي. النادي الاهلي على فكره مش قليل. طبعا يعني يرجع، قصدي النادي الاهلي يحاول يرجع نفسه، يرجع تاني. نفسه تاني. احمد فتحي عملها قبل كده. طبعا مش لعب في انجلترا ورجع تاني. احمد حجازي واحمد فتحي. احمد فتحي كان في انجلترا ورجع تاني، ورجع الاهلي بعد كده راح انجلترا. كان في شيفيلد، رجع الاهلي بعد كده راح هال سيتي. حجازي كان في ايطاليا. ورجع في فيورنتينا وجيرونا، بعد كده جه على الاهلي وراح على اوست بروميس. بالظبط. لكن متوقع من رمضان ان شاء الله ان هو يرجع لمستوى لو خد خطوه صح يعني الفتره الجايه. ما هو لو ما لعبش تاني، لا ما انا لو منه من الاجنبي بتاعه لازم اروح دوري اقل شويه. وهو هيبقى سهل بالنسبه له، وهو في اوروبا يعني، يعتبر اوروبا بالظبط، يروح اي دوري هناك دلوقتي. طبعا في انجلترا سهل ان يروح اي دوري. بالظبط خلاص. اي دوري هيبقى سهل بالنسبه له، اسم برده رمضان صبحي جاي من نادي كذا، هيبقى الموضوع سهل بالنسبه له. فيلحق نفسه دلوقتي. ده يلحق عشان ايه؟ لو عايز يكمل في الكوره او يدي في الكوره، انما هيفضل هناك هيحرق نفسه. تمام. طيب حجازي كان البدايه بتاعته طبعا كان متواجد في نادي الاسماعيلي، جاله عرض في فيورنتينا وكانت حاجه كبيره جدا برده ان هو يجي له عرض كويس في الدوري الايطالي وفرقه كبيره. فيورنتينا مش فرقه صغيره. راح للاسف هناك جاله 2 صليبي اثروا على مسيرته بشكل كبير. بعد كده راح جيرونا اعتقد في الدرجه الثانيه في الدوري الايطالي. بعديها رجع النادي الاهلي، وبعد كده دلوقتي فيورنتينا. كان فيورنتينا وبعد كده راح جيرونا. بروجيا او بروجيا فعلا. بروجيا صح. راح بروجيا وبعد كده من بروجيا رجع النادي الاهلي. من النادي الاهلي راح على ويست بروميتش، جاله عرض بعد ما تالق طبعا مع النادي الاهلي كويس هناك الفتره دي برضه. وبعد كده راح لعلي جبر تقريبا. راح لعلي جبر. ما لعبش طيب. خالص. هل هو دلوقتي طبعا متواجد في الدرجه الثانيه. بالظبط بعد ما نزلوا من الدرجه الاولى السنه اللي فاتت، كنت مع قرار بقائه في ويست بروميتش، كان يبحث على عرض ثاني في دوري ممتاز حتى لو مش في انجلترا. حلو. بس الدوري الدرجه الاولى هناك في الشامبيونز ليج اقوى من دوريات في الدوريات الاوروبيه مش المصري. تخيل بقى اقوى من دوريات في الدوريات الاوروبيه. طبعا ما يسيبوش. ولو وهقول لك على حاجه، حجازي لو كان جاله عرض احسن من ده كان راح. يعني بص، اولا ماديا هناك احسن. لعب هناك اقوى، احتكاك اقوى. طب اسيبه ليه؟ وحتى لو سيزون واحد او موسم واحد، لان هناك في نفس الدرجه دي بيلعب مين؟ بيلعب سام مرسي، بيلعب في بالظبط سام مرسي بيلعب هناك في ويجن، ادم العبد واحمد محمدي بيلعب برضه. محمدي بيلعب في استون فيلا. استون فيلا فمعاك نفس اللعيبه بتاعتك وبيلعبوا. محمد لعب قبل كده وصعد بيهم ونزل تاني. مقصة عادي. دوري قوي جدا. وهو هو احمد حجازي مش يعني احمد حجازي ذكي، بيعرف يفكر كويس يعني. انه يفضل في الدوري ده لا، احتكاك قوي جدا. وهيلاقي نفسه على طول في المنتخب، والموضوع هيبقى بالنسبه له سهل يعني، مش صعب. وممكن يصعده يعني. بس طيب كوكا متواجد في اولمبياكوس دلوقتي اليوناني، كان في سبورتنج براغا في البرتغال، وقبلها ريو افي في البرتغال ايضا. ما كانش بيلعب فتره اخيره في سبورتنج براغا، جاله عرض في اولمبياكوس. تواجده في الدوري اليوناني وهو ماشي بشكل يمكن جيد فتره مع اولمبياكوس وبيحرز اهداف ويعمل التواجد في الدوري اليوناني شايفه ازاي؟ بص، هو الدوري اليوناني مش قوي قوي، بس برضه يلعب فيه. وهو احرز هدفين لغايه دلوقتي في ظل الزحام اللي في خط الهجوم، وفي لعيبه من الدوليين من الدوري الروماني مثلا، ابرزهم لازاروس الفرويد. فاحرز هدفين وانه بيلعب، دي حاجه طبعا كويسه جدا بالنسبه له. بس كوكا بالنسبه لنا يعني، انا مش عايز اعيب في اللعيب، اللعيب هايل، بس هو ظروفه مش كويسه مع المنتخب بتاعنا. يعني ما قدمش شهاده اعتماد لغايه دلوقتي. الاسباب ايه من وجهه نظر؟ مش عارف. انا كذا مره ياخد فرص، هو اخد فرص كتير بصراحة مع المنتخب. يعني انا مش عايز اجيب لوم على حد ولا عليه هو كمان، يمكن هو عدم توفيق. بقول لك ما ينفعش اعيب في لعيب كوره، هي هو توفيقه كده. مفيش مش ماشي معاه مع المنتخب. هو دلوقتي بالمناسبه بيلعب ماتش ديربي امام باناثينايكوس وخرج بعد نهايه الشوط الاول. والنتيجه؟ النتيجه كام يا عمر؟ عايزين نعرف. لو عمر روماني اساسا. عمر يوناني قصدي. 0-0. عمر ايه؟ يوناني. عمر يوناني. شايف تجربته كويسه يعني في الدوري اليوناني؟ ايوه هيحتاج هيلعب كتير، انما دوري خفيف مش دوري جامد يعني. يعني اتفاقوا شويه، انا عايز بس يجيب كذا، يحرز كذا هدف عشان حتى لما ينزل مع المنتخب يبقى عنده ثقه بنفسه. احنا هنا المصريين مش هنصبر كتير. او احنا بنتكلم، احنا مش بنسكت. لما يبقى في ماتش بيبقى مثلا ال 80 مليون او 90 مليون بيبقوا مدربين ومحللين ومشجعين وكل حاجه ومذيعين. انت عايز ايه؟ لازم تقدم شهاده اعتمادك او ورق اعتمادك مع المنتخب. بس يعني طيب منتخب ليه كوكا ممكن ما يكونش بيظهر بالشكل ده، تنصحه بايه عشان يظهر بالشكل المطلوب مع المنتخب؟ ما هو عمل دلوقتي يعني، مش نصيحه يعني، هو عمل شايف الخطوه دي هتضيف له وتخليه ان هو يشارك. بالظبط، انك تلعب كتير وتمارس يعني، تلعب مجرد اللعب اساسا، اللعب بتاخد ريتم الماتشات بتاعك، بيبقى عندك
هو لعيب الكوره ماتشات التدريب انا ممكن اتمرن كتير قوي بس ما عنديش رتم الماتشات مش هقدر اعمل حاجه انزل ماتش مش هقدر هجري سبرنتين بعد كده خلاص لازم العب ماتشات كتير واحتك كتير عشان اقدر احرز اهداف الموضوع بالنسبه لي سهل فدي خطوه اخذها كويس جدا في الدوري اليوناني فربنا يكرم لما يتاخد تاني في التجمع الجاي ولا اللي بعدين نشوفه بقى يا مسهل يا رب ورده رايك فيه ورده يمكن ما انا عارف بس ده ورده قعد فتره في الاول ما لعبش كان عنده مشاكل مع المدير دلوقتي بيلعب واسامه كان بيلعب برده كمان من المباراه بالظبط يعني النهارده كان مستبعد برده فبس ورده يعني كويس برده حاجه زي كده ولعيب كويس قوي ورده وظهر بمستوى كويس مع المنتخب والفرقه بتاعته اصلا مركزه في البطوله الاوروبيه بس هي يعني خلاص دوري اوروبي بس خلاص يعني تقريبا هي بتاخد انفاسها الاخيره يعني وبعد كده يركزوا في البطوله المحليه فهو ورده لا ورده دايما ثابت على مستواه وبصراحه انا عاجبني كلاعب يعني تتوقع له ان هو ينتقل لدوريات اقوى شويه لما يلعب بس ويحرز اهداف كتير ويلعب كده بصفه اساسيه ويظهر مع منتخب زي ما كان كويس مع المنتخب هو لما بيلعب منتخب بصراحه بيظهر بمستوى كويس بالظبط فدي هتفرق معاه قوي يعني متابع باسم مرسي وشيكابالا هناك في اليونان ولا لا؟ لا بصراحه مش متابعهم بس يعني اخبار بسيطه يعني ما فيش هو باسم مرسي اعتقد ما بيلعبش كتير وشيكابالا بيلعب 10 دقايق برضه بينزل الشوط الثاني دايما بس تقريبا في مشاكل بالنسبه لهم يعني باسم عنده مشاكل تقريبا عشان موضوع الفلوس وكده مع رئيس النادي فدي تعبه ماديه تعبه عموما يعني فاي حد كده انت لو عندك مشكله صغيره حتى في بيتك بيتك محتاج حاجه انت مش عارف تجيبها طبعا هتبقى قاعد مش قادر يعني أكيد طبعا. تخيل بقى انت بتلعب وعايز تدي في الملعب وانت رايق وانت اصلا مش رايق هو ما بيلعبش يعني ده يحمد ربنا خطوه بالنسبه له ما كانتش محسوبه شويه بس مرسي خصوصا ان هو كان بيلعب في نادي الزمالك ان هو يروح فريق يمكن مش قوي قوي في اليونان ممكن تكون خطوه مش محسوبه ما فكرش فيها كويس هو بص هو من كل النواحي ما فكرش فيها انت كنت في الزمالك وعامل اسم والناس كلها كانت بتشيلك اللي انت عملته قبل كده انت في الفتره الاخيره انا بقول لك يا باسم انت ما كنتش كويس طبعا. ومش يعني مش كويس انت لعيب كويس بس في الفتره الاخيره لا انت بصراحه كنت بعيد قوي بعيد عن باسم مرسي اللي احنا نعرفه سافرت هناك ضيعت كل حاجه يعني ما امنش نفسك ماديا ما امنش نفسك مثلا انك هتلعب ولا لا ما عرفتش الدوري هناك ايه نظامه انت خدته بموضوع سهل وكده لا رحت هناك لقيت صعوبات كتير ما بتلعبش حاليا فكان بصراحه لا كان لازم تتعامل مع ايجنت او وكيل لاعبين اقوى من اللي انت بتتعامل معاه لان هو بصراحه ما افادكش يعني هو ضرك في الحوار ده طيب عندنا اثنين لعيبه في الدوري الامريكي عندك علي غزال وعمرو طارق رايك فيهم ايه الاثنين متواجدين الفترات اللي فاتت كلها مع المنتخب فور تولي الجري تدريب المنتخب بص الدوري الامريكي دلوقتي بقى فيه يعني الجمهور بقى فيه يعني بقى بيحضر كتير جمهور بسبب وجود ابراهيموفيتش وبسبب طبعاً. وجود رونيه وديفيد فيا ديفيد فيا يعني بص بقى الحضور الجماهيري طبعا الحضور الجماهيري بقى عالي جدا بعد النجوم دي طبعا وقبليهم كان في بيكام كان في بيكام طبعا انا عارف يعني الناس راحت الدوري اصلا دوري مش سهل على فكره الدوري بيعتمد او بس الدوري بدني بقى دوري حلو على فكره بس هو بدني رقم واحد سيبك طبعا بدني رقم واحد طبعاً. بدني انت لو ما بقتش بدني كويس مش هتظهر ابدا مستوى كويس بقى حلو طبعا عشان ابراهيموفيتش طبعا عامل له وروني برده او عامل له جو طبعا الجمهور بيحضر باعداد كبيره جدا عشان النجوم كلها اللي موجوده تخيل انتوا مثلا اثنين مصريين في وسط الجو ده لازم يظهروا مستوى كويس ويعملوا نفسهم اسم هناك الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لهم لانك احنا كمصريين احنا حريفه بجد والله حريف في ماتش امريكا في كاس العالم انا اخد كره من نص الملعب جايب جون راح بيها وترقيص وكل حاجه براحتنا احنا لعيبه كوره بس ناقصنا الالتزام لو احنا بقينا ملتزمين بمعنى ايه ملتزمي في كل حاجه ملتزمي بره الملعب قبل جوه الملعب بالظبط عشان بره الملعب هو اللي بيساعدني ان انا بره الملعب نوم بدري مش هقول لك مش كل يوم لا انت ليك طب انا احنا في بلجيكا كان في كابتن الفرقه بياخدنا يوم نسهر فيه مثلا بعد الماتش مثلا او بعد الماتش بيوم يقول لك الويكند بتاعنا كان السبت والحد ياخدنا السبت بالليل ممكن نسهر مع بعض ولحد بننام بقى كويس وخلاص ونقضي يومنا عادي مش لازم نسهر كل يوم هم ليهم حياتهم بقى الطبيعيه الاجانب بيشربوا كلام من ده احنا لا احنا كمسلمين مثلا او مصريين عموما لا مش حياتنا دي احنا مش حياتنا الطبيعيه وبتاع وننام بدري واتمرن كويس وانفذ تعليمات وكل حاجه انزل في الماتش اللي مطلوب مني بعمله ولو في اي حاجه مثلا انا هفيد بيها الفرقه اعملها انما غير كده ما اعملش حاجه المدرب مش عايز اعملها بس الحاجات دي اللي هتخليك تبقى كويس في الملعب طيب بالتحديد لعلي غزال وعمرو طارق رايك في مستواهم الفني ايه من وجهه نظرك مش عارف حاسس ان هم عندهم اكتر من كده يعني اكتر من كده لكن مبشرين يعني هيكونوا مبشرين طبعا كبدايه طبعا مبشرين يعني مش حاجه وحشه يعني حاجه لبعد كده مش دلوقتي يعني لان في لعيبه كتير موجوده دلوقتي في مركزهم يعني مركزهم طيب بمناسبه المنتخب
رايك ايه في تولي مستر اجيري تدريب المنتخب المصري بعد طبعا ان احنا وصلنا كاس العالم اخيرا بعد 28 سنه مع مستر كوبر؟ لعب الراجل 3 ماتشات تقريبا لحد دلوقتي مع النايجر والسواتيني، ماتشات ضعيفه شويه، لكن تقييمك للاداء المنتخب الفتره اللي فاتت وخصوصا قبل ما احنا خلاص مقبلين على مباراه تونس يوم الجمعه الجايه ان شاء الله؟ بص، هو ماتش تونس ده اختبار، يعني اختبار اول حقيقي يعتبر، يعني لان انت كده كده الماتشين اللي لعبتهم في الاول خفاف قوي، وكويس ان انت خدتها كده بسيطه يعني كده في الاول عشان تاخد ثقه بنفسك، كسبت سكور وبتاع كده تخش ماتش تونس، ومش هقول لك برده ماتش تونس يعني حاسبك عليه قوي، لان يعني حاسبك على بطوله افريقيا، يعني برده انت طبعا مدرب كبير، خفير اجيري طبعا مدرب كبير ومعروف ليه اسمه طبعا، فمش هتحاسبه على ماتش واحد. ماشي، احنا كده وصلنا خلاص، ماشي ماتش تونس هعتبره اول اختبار حقيقي، اشوفك هتعمل ايه مع الفريق، وهتعمل اتفرج على مستوى لعبك هيفضل زي ما هو هجومي زي ما احنا زي ما المصريين مستنيينه بعد التعطش اللي احنا كنا فيه من مستر كوبر، كان بيلعب الكاونتر اتاك وقفل الدنيا ورا وبتاع. هو بص انا مش عايف كوبر يعني، هو يشكر، هو وصلني كاس عالم، حقق الاهداف المطلوبه منه بالظبط، انت وصلت نهائي، انت عايز ايه؟ انت عايز اني كمدرب اوصلك كاس عالم؟ وصلت كاس عالم، سيبك من الاداء دلوقتي بس، انما انا كاداء كواحد انا بتفرج على كوره، لا مش عاجبني الاداء، انا واحد اتفرج على كوره، منتخب مصر بتاعنا اخذ 3 بطولات افريقيا، 3 بطولات افريقيا مستوى هايل، الاداء هايل، كل حاجه هايله. طب عايز بالظبط، يعني الواحد كان مستمتع جدا بيهم، انا عايز منتخب مصر بتاعي يبقى كده واوصل كاس عالم، يعني كان ده الجيل اللي لازم يوصل بصراحه، الجيل بتاع ابو تريكه وبركات بصراحه يعني فسبحان الله، شوف الجيل اللي وصل بقى الحمد لله ارزاق تمام. لكن يعني متفائل بمرحله مستر اجيري مع المنتخب المصري؟ مش عايز اقول لك متفائل مش متفائل، انا عايز بعد بطوله افريقيا يعني ماتش تونس ما بينش الرؤيه بشكل كبير، ما هتشوف الاول الاختيارات بتاعته، ما هتشوف الاختيارات بتاعته ايه الاول وبعد كده نقرر. الاختيارات نزلت يعني، هو اختار بعض اللاعبين من المحليين، طبعا الاعتماد الاكبر بيكون على اللاعبين المحترفين. هو في حاجه، بس هو في حاجه كنت عايز اتكلم فيها، حاجه كويسه في خفير اجيري اللي هو بيشوف ناس جديده، مثلا زي محمد محمود وادي دجله، هو لاعب مميز جدا، هايل، ده كان معايا في الناشئين اساسا، فريق في الناشئين، والله اخذت بيه تاني منطقه او تاني جمهور حاجه زي كده يعني، لعيب هايل. وكان اخذ محمد صادق الاسماعيلي، لعيب كويس برضه، وباهر محمد تقريبا برضه، بس صادق على فكره مش موجود في المعسكر الجاي ده، والله ما اختارش صادق، ما اعرفش باهر محمد الفتره اللي فاتت ما بيشاركش مع الاسماعيلي بشكل مستمر، ممكن باهر محمد بقى يبقى اكيد باهر محمد يختاره. في بعض اللاعبين كمان اختارهم، في لاعبين يعني بتكلم على اللعيبه دي، في الداخليه برضه بتكلم على لاعبين صغيرين، ايه واسلام جابر في الداخليه، انا بتكلم كويس برضه، ما انا بقول هو برضه لازم برضه الاعمار برضه تبص عليها، لان انت بعد كده انت بتتكلم على جيل جديد، ما انت الجيل ده مش هيقعد معاك بعد كده الفتره دي كلها، انت محتاج تطلع شباب كتير يعني، اسلام عيسى كمان لعيب كويس هايل، بس مش موجود في المنطقه، انا بقول لك ده لازم يروح. وليد سليمان، وليد سليمان دي بقى دي جزئيه يعني مش عارفين اسبابها ايه، لان الراجل دي غريبه، مع اني في الفتره الاخيره ما انت عايز حد خبره في المنتخب طبعا، عشان ما خدت احمد علي مشيت يعني المعسكر اللي فات عشان اتصاب. طب وليد سليمان ما يدخلش ليه؟ انا سمعت الله اعلم يعني كابتن هاني رمزي قال احنا عارفين طريقه وليد وكده، ف ماشي انا احترم كابتن طبعا، احترم كلام كابتن هاني طبعا، يعني راجل مسؤول وراجل كلامه على راسي من فوق، بس انا بتكلم في نقطه دلوقتي، وليد سليمان ده الناس كلها بعد ماتش الترجي الاولاني قال لك احنا هنسميها كاس وليد، كاس وليد سليمان، طيب كان هايل للاسف ما وفقناش في البطوله. معلش ما انا مش هتكلم في كده، سيبك الله، بص دي ليها اسباب كتير طبعا، يعني انت عندك فرقه كامله مع اصابات و بالظبط، انت عندك لاعبين كانوا مؤثرين، اصابات وموقوفين وناس ما اتقالتش، وكمان قرار اتحاد افريقي يشيل الوقف عن لعيبه تراجي ويقف لعيبه عندك، لا هو ما شالش بصراحه الوقف عن لعيبه، لا والله ما شالش في المباراه دي، كان في محاولات ان هم يشيلوا يعني الايقاف عن فرانكوم وشمس الدين الزوادي، لكن ما حصلش يعني، بس يعني حاجات كتير يعني فاهم، فمش عايز اقول، بس اللي ضايقنا فعلا الاهلي كان مستواه مش حلو في الماتش ده، بس انا بقول لك برضو عشان بسبب التشكيل فريق كامل، فريق كامل فيه اصابات كتير، مش عايز اجيب لوم على حد، بس يعني هو ربنا كده ان شاء الله هيبقى افضل النادي الاهلي، وهيبقى فيه يعني في يناير يعني مش عايزين نسبه الاحداث، لا بس ما ينفعش تعمل حاجه دلوقتي، لان انت اصلا انت عندك انت في بطوله افريقيا الثانيه هتبدا شهر كمان، بس انت ممكن تدعم في يناير عادي، هتدعم معايا ده من اللاعبين، وده دي حاجات الموضوع صعب قوي على فكره، انا معاك بس الموضوع هيبقى صعب، لان انت عندك بطوله، بص عندك كاس، عندك دوري، وعندك بطوله عربيه، وعندك بطوله افريقيا تلاقي كمان شهر، الموضوع صعب قوي، انت ممكن من شهر من السنه الجايه على ما اعتقد يبقى اسهل يعني، بس هتبقى بدايه يعني في يناير. المهم
كنا بنتكلم عن المنتخب ووليد سليمان، شايف ان احمد فتحي كمان مظلوم في القصه دي؟ يعني شايف الاثنين دول عناصر خبره هيكونوا مفيدين جدا في المنتخب في نقل الخبرات دي للاعبين الصغيرين. بص ممكن اجيريك عايز العب بقولك بمستوى سني او اقل، يعني انت مع الاستراتيجيه دي طبعاً. ان هو يشوف اعمار صغيره شويه المنتخب. انا معاك بس في ناس تتحط في المنتخب. انا ما كانش احمد فتحي ماشي مش مشكله ولعب كاس عالم طبعاً. بس ممكن احمد فتحي ممكن ما ياخدوش، بس ممكن العب حد مكانه. انما وليد سليمان عالي قوي الفتره دي. عالي يعني فعلاً. واحمد لا بص احمد فتحي لعيب كبير طبعا، واضافه لاي مكان يروح، مش عايز اقلل من قيمه احمد فتحي، يعني لعيب كبير وقيمه لاي حد في اي مكان يروحه. بس انا بتكلم على وليد دلوقتي، لان احمد بيروح على طول المنتخب، واحمد ممكن لو فتره ما راحش هيروح بعد كده بالظبط. انما وليد لا، مش انا مستغرب القصه، مش انا بس على فكره، اي حد بقعد معاه بتكلم معاه سواء اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اي حد وليد ما شاء الله ماشي كويس قوي، الدوري ماشي كويس، البطوله الافريقيه ماشي كويس، اي حاجه ماشي فيها كويس. طب تاخده جربه، هتخسر ايه؟ خده معاك ماتش تونس، كنت اخدته في الماتشين اللي قبل كده بالظبط، مش هيخسر حاجه على فكره، ولعيب هايل. ضروري ان يكون متواجد عناصر خبره في المنتخب، حتى لو انت استراتيجيتك ان انت يعني تركز على الاعمار الصغيره في المنتخب. ما هو خبره حاجه، وخبره وحريف وماشي كويس دي حاجه ثانيه. يعني خبره هو رقم واحد في مصر دلوقتي فعلا. انت بتتكلم في ايه؟ ده لازم يروح. طب يعني من وجهه نظرك يعني ايه اللي ممكن يخليهم ما يختاروش وليد سليمان؟ انا مش عايز، لا هي بص مش عندي على فكره، هو الموضوع مش عندي، بس انا لا انا عارف ان هو مش عندي بس. يعني هل في مثلا حاجه فنيه في وليد ممكن ما يكونش هو واخد باله منها نقولها له الراجل طب يعدلها الفتره الجايه عشان ياخدوه منتخب ولا انا كمان مش شايف حاجه؟ بس هو ممكن يبقى هو عنده وجهه نظر ثانيه، ممكن شايف لعيبه نص الملعب اللي بيلعبهم مثلا فيهم ميزات احسن من وليد. شايف مثلا تريزيجيه بيلعب مثلا صلاح، مش عارف مثلا عبد الله السعيد. هو مين بديل محمد صلاح في المنتخب من وجهه نظرك؟ هل في بديل لمحمد صلاح حاليا؟ بس ساعات بيحط رزقيه هناك مكانه وكهربا هناك. لا بس العدله يبقى وليد سليمان. طيب ما ده انت بتتكلم على العدله عشان شمال يبقى صح كده. بس هو بيعمل ايه؟ ما بياخدوش، بيحط رزقيه وكهربا وبياخد معاه رمضان صبحي. طب ماشي، ما انا برضه عايز افهم حاجه. احنا دلوقتي انا مش بعيب في رمضان، بس رمضان انت حتى ما بتلعبش رمضان، تنزل منتخب ازاي؟ هو لغايه دلوقتي رمضان ما انضمش مع اجيري بسبب الاصابه يعني، لكن ممكن يكون الفترات الجايه هينضم يعني، لكن يعني بشكل او باخر. لا بتكلم على قبل كده برضه، يعني قبل كده كان بينضم برضه في المنتخب وكان بيلعب، كان موجود طبعا اساسي على طول، كان بيلعب حتى هو هناك ما كانش بيلعب اساسيه في الستوك. كان بيلعب زي ربع ساعه وساعات ما بيلعبش. انا مش حتى تغييرات كوبر في كاس العالم كانت هي لا ما بتتغيرش. فاهم قصدي؟ هو كان معتمد على 14 لعيب تقريبا، دي برضه عليها علامه استفهام. يعني ايه القصه؟ والناس الثانيه دي فين؟ اللعيبه الثانيه دي فين؟ انت هنشوفها امتى؟ بس يعني كنت مع الطريقه بتاعه اللعب، انت كنت معترض طبعا على طريقه لعب كوبر في الوقت ده، لكن كان ممكن يكون دماغه ان هو بيلعب على الامكانيات المتاحه ليه. حلو. الفتره دي انا معاك. هو هل ده صح ولا لا؟ كان ممكن مش بص كانت ماشيه صح، بس لو كنت لعب يعني عندي سرعات في الماتش في الملعب، قصدي عندي مين سريع في الملعب؟ عندي محمد صلاح سريع، صلاح وتريزيجيه، وكهربا سريع، وكهربا لو دول في الملعب، لو بلعب كاونتر اتاك عليهم ماشي. انما اللعب ما كانش كده. هو بس ما عملش غير واحده بس اللي اتعملت من نص الملعب من عبد الله السعيد لصلاح، عملها بس من فوق الجون دي بس. فين بقيه اللعب بقى؟ لو انا بلعب على دي خلاص انا معاك في الكاونتر اتاك بتاعك، واقفل ملعبي وزي الفل مخش فيها جون. انما ما كانش كده، كانت ورا اي حاجه بتيجي علينا بتبقى جون او ضربه جزاء، فالموضوع برده ما كانش مقفول. لو هقفله صح وهطلع الكاونتر اتاك مفيش مشكله. بس يعني الاسلوب يعني مش عارف. لكن احنا منتظرين كره ممتعه من مستر اجيري والمنتخب المصري في الفتره الجايه. ده بعد فتره كبيره كان صراحه الكره يعني بنلعب ماتشات ما بنتمتعش فيها خالص بالنسبه للمنتخب. بنكسب ونحقق الاهداف وكل حاجه، لكن مش بنتمتع باداء المنتخب. ربنا يسهل هو يعمل قماشه ثانيه غير يعني القماشه اللي موجوده دي، بس يحاول يطور فيها شويه من الناشئين وبتاع ويطلع بقماشه جديده ماشي. لان بقول لك قبل كده احنا بنتفرج على لعيبه كبيره، ابو تريكه، بركات، سامي شلاتر، لا دول صعب يكرروا. ما انا بقول لك ناس تقيله قوي، سيد معوض وكان في وسطهم شيكابالا وميدو كان بيلعب ومحمد شوقي، فالقصه كانت حاجه تيم يعني. فانا احنا مصر على فكره فيها لعيبه كتير قوي كويسه. انا بتكلم مثلا صلاح محسن ده، يعني انا كنت في ساعه ما اتباع وراح للاهلي بالرقم ده كنت مستكتر فيه الفلوس، بس بصراحه ما اتفرجت عليه. لا لعيب هايل، الموضوع عادي بالفلوس دي عادي، لان اللعيب ده عنده كتير وممكن يظهر بمستوى اعلى من اللي هو فيه وهيحرز اهداف كتير، بس عايز يلعب بصفه اساسيه ويلعب كتير. يعني الماتش اللي فات ده كان لازم يبدا، الماتش اللي فات بتاع الترجي ده كان لازم يبدا. بس يعني هي بتبقى وجهه نظر فنيه اكيد يعني، يعني مش هتدخل فيها يعني. طبعا، لكن اكيد ان شاء الله كل القادم افضل سواء النادي الاهلي او المنتخب المصري. مين افضل مدرب انت اتمرنت معاه خلال مسيرتك سواء في اوروبا او مع المنتخبات المصريه؟ بص انا اتمرنت مع في اوروبا مع جاك مياتش، ده كان اول واحد كرواتي، وميشيل برودوم اللي هو كان احسن جون في العالم، ده كان بيلعب في ميكلين او مالين، كان اخد بطوله اوروبا هم. تمام، ده كان المدرب بتاعي. دول كانوا كويسين بالنسبه لك يعني؟ كنت مبسوط وانت قوي وبحبهم قوي يعني، وكان في مستواك يعني بالايجاب لا بس جاك ماتش اكتر.
لان ميشيل حضرته بعد الحادثه وبتاع، فالموضوع كان معايا مش قوي. انما جاك مياتش في البدايه كان حبيبي يعني، كان زي كان صديق والدي وصديق، كان بيجينا البيت حتى يعني هناك في بلجيكا. والمصريين كف شوقي طبعا. كف شوقي طبعا يعني ده يعني ده اخ كبير، مش عايز اقول لك ابويا، مش عايز اكبره يعني. اخ كبير وربنا يكرمه يعني طبعا كف شوقي. تمام. بعد ما انت رحت بلجيكا خدت ميدو. ميدو اجي الكواليس كانت ازاي بالنسبه لميدو المرحله؟ بص هو ميدو مش معنى اخدته، بمعنى اخدته اللي انا سفرته يعني. بص ساعدت يعني في ساعدت يعني. كان والدي كان في القصه مع الايجنت روجيه هارتي، فبس كان ميدو وبابا يعني كانوا باتوا عندنا في اسماعيليه، وبعد كده سافروا عشان تفهم وانت صغير بقى انت فاهم بتبقى ميدو كان نجم طبعا من صغره، كان نجم وكان هو كان دارس في الناشئين الزمالك، فكان عايز يطلع في الـ في الايه في محدش يعرف لو سافر وكلام من ده وبتاع، مش عايز يبقى قدام الناس يعني. بس فسافر من اسماعيليه يعني على بلجيكا، على القاهره على بلجيكا بعد كده بس، وبدا مسيره الاحتراف من هناك يعني. بس كمل بقى، راح على جانتواز ولعب معاهم، وميدو وهو صغير ما شاء الله كان طويل وبتاع وسنه صغير وكان هايل يعني. فلعب ساعدت يعني. في ان انت تجيب عروض للاعبين مصريين تانيين في التوقيت ده. ما انا اقول لك، انا احمد الجمل كنت بخلاف ميدو. احمد الجمل في كذا حد جه عمل تيست هناك، كان احمد عبد الغني كان باك ليفت نادي الاسماعيلي، كان سعيد ربيع برضو فيرود نادي القناه، وكان بسم الله الرحمن الرحيم وابراهيم سعيد جالنا واحنا هناك برضو، فجيجنت برضو. هو كان جه ولا كان هرب ساعتها؟ مش عارف بصراحه. كان ساعتها مش عارف انا شفت جنت هناك بس يعني. وبعد كده رجع الاهلي على طول يعني، رجع بعد مشاكل كتير حصلت في الوقت ده. بالظبط. بس طيب برضو عايزين نتكلم على الدوري المصري السنه دي. اكيد بتتابع المباريات في الدوري المصري، رايك ايه في البطوله؟ هل ممكن تقدر تتوقع مين اللي ياخد بطوله الدوري السنه دي في ظل المنافسه القويه الموسم ده بخلاف مواسم كتير قبل كده يعني؟ بالظبط. يمكن فريق بيراميدز كان مدينا ايحاء اللي هو خلاص بينافس على البطوله، بس بعد عدم الاستقرار اللي عنده دلوقتي والظروف اللي هو فيها على ما اعتقد انه هيبقى بعيد شويه، ممكن يلعب على مركز بس انما ما ياخدش البطوله. وادي دجله عائد بقوه بعد طبعا صبر مستر ماجد سامي على تكيس، وصراحه يعني من بدايه يعني بص دي على فكره تحسب لمستر ماجد طبعا. بص مستر ماجد سامي بص عملها قبل كده مع ناس كتير، مع بص كابتن هشام زكريا كان معاه، قعد معاه كذا سنه. ميدو مسك صبر عليه لغايه دي الفرقه كانت بتنزل. طبعا مش بعيد في ميدو، لا بس انا بتكلم على ظروف ساعتها، ظروف ماتشات وكده يعني، مش بعيد في ميدو يعني. صبر عليه، مسك كابتن طارق العشري برده فضل صبر معاه لغايه ما قعد الفرقه يعني، الفرقه قعدت يعني في الممتاز. تكيس من اول ما مسك قال لهم يا جماعه قعد مع الناس قال لهم الراجل مش هيمشي، والنتائج كانت وحشه قوي. النتائج كانت وحشه قوي في اول كام ماتش، ولسه الناس مش متعوده على اسلوب ولا اي حاجه. شوف دلوقتي ما شاء الله حتى الاسلوب كان فيه انتقاد كبير جدا لاسلوب بيطلع بيحضر الكره من تحت من الجون مش عايز كوره. دلوقتي بيطبق اللي في دلوقتي الناس بتقول لك احسن مدرب، شكل تطور كمان بالنسبه للفريق. شفت صبر مستر ماجد سامي خلى الناس كلها تقول لك احسن مدرب في مصر دلوقتي تكيس، كله بيشكر فيه. انا واحد من الناس في البدايه لا كنت مستغرب ازاي ومش ازاي ومش هينفع كده، لا بس حاليا انا بسقف له بصراحه يعني، ارفع له قبعه. بس فعلا بصراحه فريق وادي دجله بيقدم كره جميله دلوقتي. الاسماعيلي اللي هو اصلا برازيلي الكره المصريه يعني اتلعب عليهم كره الماتش اللي فات بالظبط، واتغلبوا في اسماعيليه ازاي مش عارف، غريبه دي. بس يعني فتحسب تحسب لمستر ماجد سامي دي طبعا، لان بصراحه الراجل بيخدم الناس اللي معاه قوي. ويعني انت يعني انا نفسي مثلا اطلع معاه في الفريق الاول. هتبقى قاعد فتره شغال من غير اي ستريس ولا اي حاجه، بتطلع اللي عندك بس. وهيبقى في ظهرك على طول. بس دي حلاوه رئيس نادي محترم وبيفهم في الكوره يعني. لكن انت تتوقع بقى في النهايه مين اللي ممكن يكون من نصيبه بطوله الدوري السنه دي؟ بص الاهلي بقى له 8 ماتشات والزمالك متصدر الدوري حاليا. توقعي بص هو الاهلي هيلاقي ند يعني ند قوي يعني، هيلاقي الزمالك ند قوي ليه. الزمالك بس اللي ممكن في انديه ثانيه، والانتاج الحربي موجود برده يعني، هم اقرب ناس ليه. وبيراميدز بقول لك انا يعني لو استقر شويه هتلاقي الدنيا برده كويسه عندي. حسام حسن دلوقتي متولي تدريب بيراميدز، انا ما بتكلمش كابتن حسام. كابتن حسام طبعا يعني اثر في الفريق المصري البورسعيدي وعمل بيهم حاجات كويسه جدا، وصل لنهائي بطوله افريقيا وكذا مره ياخد ثالث دوري المصري، فتحسب له يعني. فحاليا مع بيراميدز طبعا هيعمل اداء كويس جدا، بس انا بتكلم على الاستقرار يعني. انت كنت شغال في في في, في منظومه شغاله مع الشيخ ال ترك، حصل مشاكل والراجل مشي وكده، فدي هتعمل عدم استقرار شويه في الفريق بس يعني. انما غير كده فريق محترم جدا ومليان لعيبه هايله كين. فنيا الدوري ممتع السنه دي يعني، في كوره كويسه وفي ناس طالعه كويسه يعني، مثلا الجونه ده طالع من تحت بيلعب اداء كويس، كورته كويسه. حرس الحدود على اوقات برضو يعني، برضو من ساعه ما كابتن العشر راح هناك برضو الدنيا بقت كويسه شويه. يعني ووادي دجله طبعا يعني وصل لمستوى هايل دلوقتي،
والاسماعيلي بس هو اللي بصراحه مذبذب وسامع احتمال فييرا يمشي او حاجه زي كده. الراجل ما لحقش بصراحه. ما انا ما اعرفش القصه اذا سمعت والله اعلم يعني. فبس مش عارف القصه ايه. فالقصه كلها هتتظبط يعني او هتتعرف لما الاهلي يلعب 8 ماتشات دول. او ما تشوف بقى يعمل فيهم. طب بمناسبه الاهلي، النادي الاهلي بيشارك في يمكن كانوا 4 بطولات الموسم ده في توقيت قريب جدا يعني، سواء بدوري دوري ابطال افريقيا، البطوله العربيه، كاس مصر، الدوري. هل ده في صالح الفريق؟ الله يكون في عونه. ولا ده ممكن يكون سبب طبعًا من الاسباب اللي اثرت على الفريق في طول دوري ابطال افريقيا؟ طبعا عامل ضغط على النادي الاهلي طبعا، واوفر لود على اللعيبه، وحاجه كبيره قوي طبعا. في اصابات في اصابات كتير في الاهلي طبعا، وبسبب الكلام ده كله، بسبب ضغط المباريات يعني. احمد فتحي جاله اصابه منين؟ ومن كده مباريات مجهد. وبعد كده انت تخلص من الماتش في بطوله تخش في ماتش في بطوله ثانيه، تخلص من الدوري تلعب خلصت البطوله دي عندك ماتشات مؤجله في الدوري. طب انت عايز ايه؟ الموضوع صعب جدا يعني. وحاليا بتقيم اللعيبه فنيا وطبيا، بتقيمهم ازاي واللعيبه اصلا تعبانه؟ ماشي، انت عندك كام لعيب عايز تمشيهم خلاص اوريدي، انت اخد قرار فيهم، دول يمشوا، هتجيب مكانهم حد، يبقى محضر حد هتجيبهم. لجنه التعاقدات سواء محمد فضل او رضا شحاته يظبطوا القصه دي ويجيبوا اللعيبه، هم في ايديهم القصه دي. انما بجد الله يكون في عونهم يعني، يعني من الانديه اللي بتتعب قوي يعني. تمام. بس طيب اخيرا عايز اتكلم عن طموحاتك في على المستوى التدريبي، وانت متواجد في قطاع الناشئين في وادي دجله، بتفكر ازاي في المستقبل بالنسبه لك؟ والله يا امير، انا من ساعه ما بدات وانا نفسي ادرب في منتخب مصر حتى لو ناشئين او ادرب فريق في الممتاز. مش لازم اقول لك مش عايز ابقى مدير فني، بس اخش في اي جهاز، ابقى مدرب عام، مساعد مدرب، عايز اخد الخطوه دي. بس يعني لحد الان ما لقيتش اي ترحيب من اي حد. وانا كان معروض عليا قبل كده اروح ليرس البلجيكي مع مستر ماجد سامي في السنه اللي قبل فاتت، بس قدر ربنا ما رحتش، وعب واحد اللي راح عشان كان معاه لسه اقامته وبس، الموضوع ما مشيش. فبس فانا مستني اي فرصه تيجي ان شاء الله يعني. انت تشتغل يعني على الموضوع ده؟ انا شغال عليه والله يعني، موضوع منتخب مصر او فريق في الممتاز. وانا كده كده يعني المدرب ده مش لازم بيتعلم كتير، فاهم؟ فانا بتعلم، بتفرج كتير وبتعلم يعني، واخد دورات، وربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن يماني، انت نورتنا وشرفتنا بصراحه، واستعدنا ذكريات كانت جميله جدا بالتحديد مع منتخب مصر للشباب يعني. حبيبي امين، مستني جدا، ويعني دي اول مره اطلع فيها في قناه الاهلي، ومبسوط جدا بصراحه. نورتنا، واتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا امين، تسلم يا حبيبي. طبعا دي كانت فقرتنا الهامه جدا مع كابتن محمد اليماني، احد نجوم منتخب مصر السابق، واللي في الحقيقه يعني اثر بشكل كبير جدا في جمهور الكره المصريه من خلال كاس العالم 2001 للشباب بالارجنتين. اكيد بطوله كلنا ما نقدرش ننساها، لكن ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبيه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون زميلي عمر ربيع ياسين في الفقره الاخيره من برنامج الاهلي ليله النهارده، والحديث هيكون مستمر بس بالتحديد عن الكره العالميه بعد الفاصل.